بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، ونرفع أسمى آيات التبريكات لمرجعنا الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف ولجميع المسلمين في العالم. تهنئة خاصة وجميلة نبعثها لقناة العائلة المؤمنة، العائلة النجفية والعراقية وفي كل بقاع العالم، ألا وهي قناة كربلاء الحبيبة على قلوبنا في ذكرى تأسيسها. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وشعبنا الكريم العراقي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، عاده الله على الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات. ونهنئ كذلك الكادر في مجموعة قنوات كربلاء المقدسة الرائع بحلول تأسيسها، القناة التي ترفد المواطن العراقي والخصوص الشيعي بالبرامج المهمة والتربوية وصناعة المجتمع الإسلامي الصحيح إن شاء الله. نبارك لهم مرة أخرى، نبارك حلول شهر رمضان المبارك لعموم أحبتنا وأخوتنا، في بالخصوص قناة كربلاء الفضائية لأجل تأسيسها في هذا اليوم المبارك. كذلك نعمم التهنئة لكل المسلمين والمسلمات في هذا الشهر المبارك، إن شاء الله أيام خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء. نبارك للأمة الإسلامية ذكرى حلول شهر رمضان المبارك، ونحن نعيش في ضيافة الله سبحانه وتعالى، حيث الرسول الكريم حمل رسالة الدعوة إلينا، دعيتم فيه إلى ضيافة الله. ومن خلال هذه المناسبة المباركة الكريمة أبارك لقناة كربلاء في ذكرى ولادتها الميمونة في هذا الشهر المبارك، وتيمنا بهذا الشهر المبارك شهر القرآن وربيع القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل العاملين في سبيل الله الذين يريدون توعية الأمة من خلال مسار الإسلام المحمد الأصيل، ونتمنى لهم التوفيق والتزديد في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ إمامنا الحجة المنتظر عجل الله فرجه وعلماءنا ومراجعنا العظام بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء والبركة، شهر الفضيلة وشهر العبادة، وشهر الذي أنزل فيه القرآن هداية إلى الناس جميعا، الشهر الذي جعل منه الله سبحانه وتعالى فلسفة خاصة وهي مشاركة الفقراء في هذا الجو المشحون عالميا بأن التكالب على لقمة العيش، الشهر الذي أوجده الله سبحانه وتعالى للطاعات وهو أقرب الأشهر للتقوى. وبهذه المناسبة العظيمة الجليلة نهنئ محطة فضائية كربلاء المقدسة بتأسيسها وذكرى طيبة خالدة بأنها أسست بهذا الشهر الفضيل، نتمنى للجميع التوفيق والقبول في هذا الشهر الفضيل. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى العالم الإسلامي وإلى مراجعنا العظام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع ذكرى تأسيس قناة كربلاء الفضائية. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين والمؤمنين في العالم بالخير والبركة في هذا الشهر الفضيل.